نكمل exercise B من lesson 8. Correct the false sentences. صحح الجمل الخاطئة. الجمل الصحيحة أوكي تبقى صحيحة، والجمل اللي قلنا عنها بالتمرين السابق خاطئة راح نعيد كتابتها بالصورة الصحيحة. فنجي للجمل الخاطئة عندنا، هذه number 2 كانت جملة خاطئة فنصححها. قالنا شو should try to see a teacher if you have a toothache. من الواجب أو يجب عليك أن تحاول أن تشوف معلم إذا كان لديك وجع بالأسنان. هذه العبارة خاطئة، التصحيح مالتها هو شنو؟ هو بدل teacher راح يكون شنو؟ dentist. كل الجملة نفسها تعيدون كتابتها. You should try to see a dentist. Dentist بمعنى طبيب أسنان. If you have a toothache. هذا التصحيح لهذه الجملة. Number 3 تصحيح الجملة الثالثة. Eating too many sweets is good for your teeth. تناول كثير من الحلويات هو جيد لأسنانك. هذه العبارة قلنا عنها خاطئة. راح يكون تصحيحها هنا. يقول Eating sweets is not good for your teeth. تناول الكثير من الحلويات ليس جيد لأسنانك. Especially if you do not clean your teeth afterwards. خاصة إذا ما كنت تنظف أسنانك مباشرة بعد تناول الحلويات. اللي بعدها number 4 قلنا brush your teeth for at least 2 seconds لمدة ثانيتين. تنظيف الأسنان مدة ثانيتين. قلنا عن هذه العبارة خاطئة. هاي تصحيحها number 4. نقول 2 seconds is too short a time to brush your teeth. نقول مدة ثانيتين وقت قصير جدا إنه تنظف بي أسنانك. Many dentists recommended brushing your teeth for 2 minutes or نقول at least 2 minutes. نقول أكثر أطباء الأسنان ينصحون إنه تنظيف الأسنان على الأقل يكون لمدة دقيقتين، مو ثانيتين وإنما دقيقتين. هذه الجمل اللي كانت خاطئة وقمنا بتصحيحها. نجي نكمل تمارين لسن 9. احنا شرحنا المراجعة، حلينا بالدوام عندنا B و C. نكمل حل التمارين البقية. عندنا exercise D. exercise D هو عبارة عن قطعة نقرأها. نقول read about حسن and answer the questions. نقرأ عن حسن ونكمل أو نجاوب على الأسئلة. نقول حسن wanted to buy a new car but he didn't know what to get. يريد يشتري سيارة جديدة بس ما يعرف شنو يأخذ. He was sitting in a cafe in a mall drinking a coffee. He was at the mall because he needed some new clothes. كان يجلس في مقهى بالمول يشرب القهوة. هو كان في المول لأنه يحتاج أن يشتري ملابس جديدة. But he wasn't thinking about clothes. لكن هو ما كان يفكر بالملابس. He was thinking about car. كان يفكر بالسيارة. He saw a newspaper on a seat next to him. نقول هو لاحظ جريدة بالقرب على الكرسي أو المقعد اللي بجواره. It was open at page 10. كان مفتوح على صفحة 10. There were some articles about cars. كان هذه الصفحة بها بعض المقالات عن السيارات. He picked it up and started reading. التقطها أو أخذها وبدأ يقرأ. He didn't begin at the beginning. He started in the middle. ما بدأ من بداية المقالة وإنما من منتصفها. فالمقالة بداها من هذا المكان. The Tiger 5X also has very good suspension to help you the driver keep on the road. نقول اسم السيارة Tiger 5X. نقول فمن مواصفاتها ان هي تحتوي has very good suspension جهاز تحكم او ايقاف يساعد السائق ان يحافظ على الطريق او يحافظ يعني انه السيارة تكون على الطريق يحافظ على توازن السيارة تكون في الطريق. It is also good in the desert. كذلك جيدة في المناطق الصحراوية. The passengers won't bounce up and down in the back seats. والمسافرين ما يحبون شو نقول الارتداد أو القفز اللي على والأسفل في عند الجلوس بالمقاعد الخلفية. There is lots of space for bags, so this car is good for people who like camping. كذلك يوجد بها مجال كبير أو فراغ كبير للحقائب وهذه السيارة جيدة للأشخاص اللي يحبون التخييم. It's also good for people who want to carry lots of sports equipment but don't want to have
big for WDK. يقول كذلك جيدة للأشخاص اللي يحبون يحملون معهم الأجهزة الرياضية والمعدات الرياضية، لكن but don't want to have، لكن ما يملكون سيارة ذات دفع رباعي. 4WD car بمعنى سيارة ذات دفع رباعي. Oh that's good he thought. هسه من قرأ اللي هنا هاي المواصفات هذا كان كلام حسن. Oh that's good هذه جيدة. He thought وفكر. I like camping in the desert أنا أحب التخييم بالمناطق الصحراوية. And I don't want my children bouncing up and down in the back. ولا أحب أن أطفالي يكونوا يعني يتعرضوا للارتدادات أو القفزات في عند الجلوس بالمقاعد الخلفية. Well, the Tiger 5X is great new car. يقول هي سيارة جديدة رائعة. It has many things that driver like. يقول تحتوي على الكثير من الميزات اللي يحبونها السواق. That drivers like. There are also things to keep the other people in the car happy. يعني بها أشياء وميزات خلي الأشخاص اللي بداخلها سعداء. And happy passengers help keep the driver happy. ويقول المسافرين السعداء يعني يقدرون يحافظون أو يخلون السائق سعيد أيضا. First of all it looks good. قبل كل شيء إنها تبدو جيدة. That's very important. هذا هو المهم. يقول thought حسن. This is good for me and good for my family. يقول هذه السيارة جيدة لي ولعائلتي. I think I will go and look at the Tiger 5X. يقول أنا أعتقد أني سوف أذهب وألقي نظرة على سيارة اللي اسمها Tiger 5X. فهذه القطعة اللي قريناها عليها أسئلة نحاول نجاوب عليها. نقول Are the sentences true or false؟ هل هذه جمل خاطئة أو صحيحة؟ نبدأ بأول واحدة. حسن went to the mall to buy some clothes. كان رايح للمول ليشتري بعض الملابس. هاي العبارة صحيحة. He was sitting in a cafe thinking about coffee. يجلس في القهوة بالمقهى. كان يجلس في المقهى يفكر في تناول القهوة. هذه العبارة خاطئة. He saw a newspaper and started reading the first page. يعني شاهد جريدة وبدأ يقرأ أول صفحة. هذه العبارة false. قلنا at page 10 صفحة 10. البعدها حسن likes the suspension on the Tiger 5X. حسن حب جهاز الإيقاف أو التعليق اللي موجود بهذه السيارة. العبارة صحيحة. حسن knows what car to look at after reading the newspaper. صحيح. يقول حسن عرف عن السيارة اللي كان يدور عليها بعد قراءة هذه الجريدة. نجي إلى 2. هذه السؤال الأول على القطعة. السؤال الثاني على القطعة يقول use words in the text to explain. نقول استخدم الكلمات اللي موجودة بالقطعة حتى نقول توضح أو تشرح. نقول passengers. شنو معنى كلمة passenger؟ خلنا جوها خط اللي هي هذه الكلمة passengers. بمعنى نقول the other people in the car هم الأشخاص الآخرين اللي يكونون بداخل السيارة، يعني من غير السائق اللي موجودين بداخل السيارة هم الباسنجرز بمعنى المسافرين. وكلمة bounce عندنا bounce هي go up and down، إنه هو الشخص اللي شلون نقول يقفز للأعلى وللأسفل. نجي للسؤال الثالث على هذه القطعة. قال answer the questions write short answers. أجب عن هذه الأسئلة واكتب أجوبة قصيرة short answers. Number one where did حسن find the newspaper. أين وجد حسن هذه الجريدة. نقول on a seat next to him في على الكرسي بجوار اللي يكون بجواره على كرسي بجواره. On a seat next to him. Where did he start reading the article. يعني نقول أين بدأ القراءة المقالة. نقول on page 10 بصفحة 10. Why is the Tiger 5X good for camping. نقول ليش جيدة هي هذه السيارة للتخييم. Give two reasons. ننطي سببين. نقول it's good in the desert. نقول ليش جيدة بالتخييم لأنها جيدة بالمناطق الصحراوية. وبعد نقول there is a lot of space for bags وبيها مجال كبير لحمل الأغراض أو الحقائب. بعدين نقول who does حسان want to
take in his car. منو اللي يرغب حسان أن يأخذه وياه بسيارته؟ نقول his wife and children. زوجته وأطفاله. لأن هاي ذكرهم بآخر جملة إن هي قال هذه السيارة جيدة لي و to my family ولعائلتي. منين تتكون عائلته؟ هي شيء أكيد his wife and children، من زوجه وأطفال. عندنا لسنتين الدرس العاشر أخذناه هو عبارة عن قطعة story time. أذكركم بيها story time. قلنا lucky customer 50، الزبون المحظوظ رقم 50، اللي هو منو شنو كان اسمه؟ كريم. إذا تذكرونها قريناها. فهنا نعطينا بعض التمارين على الدرس العاشر. الدرس العاشر قايل لك هنا title، العنوان، عنوان القطعة تكتبينه، characters الشخصيات اللي موجودة بالقطعة، what it is about عن شنو تتحدث القطعة، فد ملخص تنطين، why I like or didn't like the story ليش حبيت القصة، تنطين سبب أو ما حبيتي تنطين سبب، new words المفردات الجديدة اللي بيها. أنا أكتبها لكم إن شاء الله وأصورها وأدرسها لكم. نجي إلى exercise B، هذا يكون أكثر أهمية. فقالنا use the words in the box to complete the sentences، نقول استخدم الكلمات الموجودة هنا عندكم بالبوكس لإكمال الجمل. هذه الكلمات بنات كلش مهمة، إنه ماخذينها من القطع وراح ندخلها بجمل خارجية، يعني مو من ضمن القطعة اللي درسناها. هي الكلمات مرة علينا، أول كلمة هي كيو بمعنى تعرفونها طابو، هارد وركينج مجتهد أو شاطر، إماجينيتيف قلنا شخص خيالي، بويت بمعنى شاعر، بيشنس بمعنى صبور، وبرايز بمعنى جائزة. فنقرأ نمبر 1، يقول my brother is very dash، he always does extra homework، يقول هو دائما extra homework يقوم بواجبات إضافية. الشخص اللي يحل تمارين ويقوم بواجبات إضافية شو نسميه هذا؟ إذن خلينا نمبر 1 hard working، شخص شاطر أو مجد. 2 حسن was so pleased when he won first dash in the poetry competition، يقول حسن كان سعيد جدا عندما هو ربح أول فراغ في المسابقة الشعرية. شنو ربح؟ إذن نمبر 2 جائزة، ربح أول جائزة، هو won first prize يعني أخذ الجائزة الأولى في المسابقة الشعرية. 3 it is important to be dash when you are writing poems، نقول من المهم أن تكون عندما تريد كتابة القصائد، writing poems يعني كتابة القصائد. شنو تحتاج كتابة القصائد؟ أن يكون الشخص شنو هنا؟ imaginative، شخص خيالي. It's important to be imaginative يعني شخص خيالي أو واسع الخيال حتى يقدر يكتب قصائد. Number 4 the dash was so long it came out of the door، نقول was so long يعني كان طويل جدا، it came out of the door اللي موجود يقول خلف الباب. شنو هذا؟ هو نقول number 4 the queue، الطابور، طابور كان طويل جدا اللي واقفين خلف الباب. I have a lot of dash with young children، I have a lot of، أنا لدي الكثير من فراغ مع الأطفال الصغار. إذا هنا شو نقدر نقول؟ نستخدم كلمة patience الصبر، أنا لدي صبر كبير أو يعني شخص صبور مع الأطفال الصغار. 6 his dream was to be a famous، هو حلمه كان أن يكون شنو؟ مشهور. شنو مشهور؟ a famous poet، شاعر مشهور، a famous poet. هذه راح تكون الإجابة الصحيحة. بعدها هنا تخلصنا احنا بالكتاب الملون اي شيء يخص الدرس اليونت الاول، اخر درس هو 10 اخذناه. هنا راح نعطينا تمارين اضافيه لي حتى شلون نقول مراجعه لي يونت 1 بصوره عامه، مو هواي تمارين قليله اضافيه. عندنا الاكسترا اكتيفيتيز بمعنى تمارين اضافيه، فنبدي نحلها. نقول اكسرسايز اي، بيبل sometimes ask questions about your friend، put these words in order to make question، نقول بعض الناس بعض الأحيان يسألون أسئلة عن صديقاتك، فهنا حاولي أن تضعين الكلمات بالترتيب الصحيح حتى نكون أسئلة. لاحظوا بنات I think يعني موجود عندكم، كتبت لكم خطوات تكوين سؤال، شلون نكون سؤال؟ وهنا الموجودة فقط الترتيب، أولا نضع أداة الاستفهام، بعض الأحيان أداة الاستفهام تكون متبوعة باسم،
فنقول what color، هنا الاسم هو color، what color، بعدها الفعل المساعد is، وراها الفاعل his hair، نقول what color is his hair، ما هو لون شعره. البعدها نفس الحالة نضع أداة السؤال where، البعدها الفعل المساعد does، الفاعل he live، نقول where does he live، أين هو يسكن أو أين هو يعيش. Number three، نضع أداة الاستفهام what، البعدها الفعل المساعد does، الفعل الرئيسي where، والفاعل الجملة. خلي اكتبها لكم هنا حتكون احسن تصير اوضح. فاول شي نضع اداة السؤال where، بعد هيك قلنا شو نضع الفعل المساعد، فاعل الجملة اللي هو he، where does he، والفعل الرئيسي live، وما ننسى question mark. اللي بعدها هم نفس الحالة نفس الطريقة، نضع أداة السؤال عندنا what، عندنا فعل مساعد هو does ننزله، فاعل الجملة هي، وراها تكملة الجملة اللي هي عبارة عن الفعل الرئيسي wear بمعنى يلبس أو يرتدي، فصير what does he wear، ماذا هو يرتدي. نجي إلى number four اللي بعدها، هنا جملتنا ما بيها أداة استفهام، إذا تبدأ بفعل مساعد وتشوفوا لاحظوا الفعل المساعد كان بدايته C capital، إذا هو إحنا نبتدي كان الفعل المساعد نزلناه، بعدها الفاعل كان هي، فعل رئيسي play football، وآخر شيء الأدفر كان هي play football ما ننسى الكوستشن مارك. بعد الجملة الأخيرة نفس الحالة، جملتنا ما بها أداة استفهام، إذا أداة الاستفهام ما موجودة بمن نبدي؟ بالفعل المساعد، الفعل المساعد هو is، هم اللحظة كاتبينه capital معناته هو راح نبدي به، is الفاعل عندنا هي، is he، وبعدها good، is he good، good دائما يجي وراها هنا at، is he good at، ونعطينا اختيارات science and maths، قول هل هو جيد في العلوم والرياضيات، is he good at science and maths، هذه الطريقة راح ينحل التمرين. وعندكم خطوات تكوين سؤال شرحتها لكم درس سابق. بعدها exercise B عندنا make these sentences more polite، على هذا موضوع ال description of people in polite way، وصف الأشخاص بطريقة أكثر تأدبا. لاحظوا fat الصفة نفسها مستخدمة، إذا شو نخلي قدام الصفة ذا نفسها a bit، نقول he's fat، نقول he's a bit fat. البعد هي can't play football، والثاني هي can't play football، قلنا إذا كانت بالجملة الأولى وكانت بالجملة الثانية شو نخلي هنا أنا very well، نقول he can't play football very well، he can't play volleyball، و he's not، عندنا هنا can't وهنا not، شو نقول good at واسم أو فعل أو الفعل نضيف له ing، فنقول he's not good at volleyball، he's not good at volleyball، he's unfriendly، he's unfriendly، he هو شخص شو نقول غير ودود. إذا أريدنا نطي عكس الصفة لاحظوا شو نعطينا not وتخليه very و عكس الصفة شو نقول he's not very friendly، he's not very friendly. نجي إلى exercise C، complete these sentences، نكمل الجمل التالية، five boys were late for school، why were they late، لماذا هم تأخروا، what were they doing، وماذا كانوا يفعلون. شو نلاحظ هنا five boys were late for school، كانوا متأخرين عن المدرسة، were تشير إلى زمن الماضي، why were they late، لما كانوا متأخرين، what were they doing، وماذا كانوا يفعلون. هاي were they doing إشارة المن إلى الـ past continuous الماضي والمستمر، فنعطينا خمسة أفعال هنا، شوف إيش لو راح نجاوب عنه. فنمبر وان dash for my brother، ده أول فعل I، فكل واحد أنطى excuse
انطى عذر عن تأخره. فنعم اول واحد شنو كان يسوي؟ يقول I dash for my brother. شو يقول هنا؟ الفعل wait. فش يقول هنا؟ I نستذكر قاعدة الماضي المستمر هي was أو were زائد فعل ب ing. بما أنه ال I مفرد استخدمه ياها was، الفعل wait نضيف ل ing بصير I was waiting for my brother، أنا كنت أنتظر أخي. Number two الثانية يقول the radio and I didn't know the time. The radio شنو كان؟ listen to، يستمع إلى الراديو وما انتبه للوقت. فشنو نفس الحالة؟ I تأخذ فعل مساعد للمفرد was، الفعل listen نضيف ل ing صيغ listening. I was listening to the radio، أصغي إلى الراديو وما انتبهت لي الوقت. Number three يقول on my computer and I didn't hear the taxi come. يعني بالكمبيوتر وما انتبه لوجود التاكسي أو قدوم التاكسي. إذن ناش نختار number three الفعل play نفس الحالة. شو يقول؟ I was playing، ماضي مستمر، فعل مساعد was للمفرد والفعل رئيس نضيف ل ing، أنا كنت ألعب على بالكمبيوتر وما انتبهت إلى قدوم التاكسي أو وجود التاكسي. I dash my shoes for 20 minutes، حذائي لمدة 20 دقيقة. شنو كان يسوي بحذاء هنا؟ الفعل عندنا number 4 look for. look for بمعنى يبحث عن، فيقول I was looking for، الفعل look نضيف ل ing صير looking for، أنا كنت أبحث عن حذائي. I was looking for my shoes for 20 minutes، مدة 20 دقيقة. The last one آخر وحدة I dash my mother in hospital، والدتي بالمستشفى. إذا هنا شنو الفعل الصحيح؟ عندنا الفعل 5، الفعل الخامس بالجملة الخامسة هو الفعل phone. phone بمعنى يتصل أو يهاتف، يقول I was phoning. إذا تذكرون قواعد إضافة الـ ing كاتبتها لكم للفعل، إذا كان الفعل ينتهي بالـ e تحذف ونضيف لـ ing، يصير هنا الفعل phoning بهذا الشكل I was phoning my mother in hospital، اتصل بوالدتي بالمستشفى. نجي لتكملة هذا التمرين، يقول five girls can't go out to the party، خمس فتيات ما قدروا يروحون للحفلة. Why can they go؟ ليش ما قدروا يروحون؟ What are they doing؟ ماذا كانوا يفعلون؟ Are doing هنا إشارة لمن؟ إلى الـ present continuous، إلى المضارع المستمر. نسترجع قاعدة المضارع المستمر، هي أحد الأفعال المساعدة الـ is والـ are والـ am زائدا فعل بـ ing. فهنا عندنا الضمير هو I، قلنا الـ I دائما شنو تأخذ وياها؟ am، I am دائما، والهي والشي والإت يأخذون is والضمائر الجمع يأخذون are. فنجي للجملة الأولى my homework، فش تسوي للهومورك؟ عندنا watch paint do cook look after، فأول وحدة نختار لها الفعل do، فتقول I am doing، I am doing my homework، أنا كنت أحل الواجب البيتي. number two my brother أخي، فهنا شو كانت تسوي لأخوها؟ look after تعتني بي، يقول I am looking after، looking after my brother، كنت أعتني بأخي. لاحظوا بنات عندنا الفعل الأول look for بمعنى يبحث عن، وهنا look after بمعنى يعتني بي. number 3 I dash a good program on TV، برنامج جيد على التلفاز. إذا هنا ثلاثة شنو؟ برنامج جيد watch، صير I am watching، أنا كنت أشاهد برنامج جيد على التلفاز. I dash dinner because my mother's ill، العشاء لأن والدتي كانت مريضة. إذا شو نقول؟ am، بنات الـ I am نقدر نختصرها I am بهذه الطريقة، هاي الـ I am نحذف الـ A ونخلي كوما، am ماخذين الاختصارات بالابتدائية، هاي نحذف الـ A ونخلي الكوما، صير am cooking، الفعل cooking cook زائد ing صير am cooking dinner، كنت أطهو العشاء لأن والدتي كانت مريضة. number 5 عندنا a picture for the school competition، لوحة لمسابقة المدرسة، الفعل راح يكون paint، يصير يقول am painting، كنت أرسم أو مستمرة برسم. am painting، am painting a picture for the school competition، لمسابقة المدرسة. إلى هنا ينتهي عندنا
آخر تمرين وآخر تلخيص للدرس الأول أو سوري يعني اليونت الأول بكل الدروس اللي موجودة بي. إذا عندكم سؤال أو استفسار فناقشونا إياه بالدرس القادم إن شاء الله.